كل شركات الأسلحة في العالم وإن تنافست فهي تتنافس في محيط الكرة الأرضية، إلا شركة واحدة جاءت من عالم آخر ومن كوكب آخر وجابت لنا كائن فضائي أسمته إيليان. إيليان بالإنجليزي كائن فضائي، هذا اللي عارفه بالترجمة. مسدس من عالم آخر بمواصفات استثنائية، بميكانيكية مختلفة، ببراءات اختراع متعددة. شكرا اولا لتوب جن. طبعا انا العاده في الاسلحه اصبر لين اشتريها انا ولا اشتري واحد من الربع ثم ننزل عليه تقرير ونسوي عليه تقرير ما بنعجله. بس الالين حاله خاصه، الالين اللي لانه مميز حرصت وان اكون اول سعودي واول عربي يسوي عنه تقرير. اصلا ما في حد يسوي تقرير واجد بسعد. شاهد خلكم معنا في المقطع، نبي نرمي بالالين وعلمك ليش الالين فعلا الين، وبسوي له انبوكسنج بسيط سريع، وأذكر لك المميزات وبراءات الاختراع التي وجدت فيه لن تجدها عند احد غيره. إيليان التشيكي. شركه لاجو ارمز تعتبر جامعه للمصممين والمبدعين، تصميم اشبه ما يكون كاستم. مصمم مبدع مع فريق من المهندسين الخياليين طلعوا هالتصميم بعد نجاحهم في تصميم في الرشاش الام 81. هذاك الرشاش اللي اثبت نجاحه جو بعده ونزلوا القطعه الاستثنائيه هذه. ماني بمطول في معلومات الشركه، خلني اتكلم لك عن معلومات القطعه وشلون، طبعا تعليميا حتى تقدر تطبقها على مسدسات ثانيه، وشلون حصل على هالاداء الخرافي. قبل هذا كله لاري فيكرز، ابى استشهد لك بواحد شنب في الرمايه، لاني ناظر هنا في نادي رمايه، شنب في التاكتيكال والاسلحه، وش قال عنه؟ قال عنه لا مثيل له في السوق اليوم. ما انت بلاقي لها مثيل، فعلا قطعة لا مثيل لها. طيب شو مميزاته؟ لكن قبل المميزات خلني افتحه. يجي بالعلبة ضد الصدمات وضد الموية، وفيها قفل منه وقفل منه، ومتينة متينة جدا، واقفال طيبة. بسم الله. يا سلام، مشطين وبعض المفكات، و تحفتنا لهذا اليوم. وش أقول وش أخلي؟ طيب خلني بذكر لك بعض المميزات اللي ممكن تطبقها على مسدسات ثانية وتشوف. هذا المثالي، هذا التوب، إذا لقيت مسدس يقتبس بعض المميزات اللي موجودة فيه ترى زين وحاول إنك تأخذ منه. من أهم وأول المميزات اللي ممكن تكون موجودة في أي مسدس اللي هو انخفاض البور أكسس. وش البور أكسس؟ شوف السبطانة، طبعا انا مشيك عليه قبل شوي متاكد ان الامور طيبه وما في شيء. سبطانه كل ما كانت منخفضه وبملامسه القبضه كل ما صار الارتداد افضل، بدل ما يصير على اعلى يصير على الخلف، والخلف متحكم فيه، لكن اللي على اعلى يبدا يلخبط معك. تخيل معي انك ماسك مسدس من تحت ورميت، شفت شلون الحركه هذه؟ تخيل انك ماسكه من فوق يبي يرجع مستقيم. حلوين، هذه نقطة. طبعا ما تقدر تمسكه من هنا عشان ما يجيك شيء، فتمسكه بأعلى مكان ممكن، فيعتبر lowest bore access في المسدسات كلها، أخفض مسدس ممكن يكون فيه سبطانة بالنسبة للجريب أو القبضة. أحيانا هذه تؤدي لأن هذا يحتمي، لأنك أنت أصبعك على السبطانة، شوف أصبعك على السبطانة، الرمايات الكثيرة والمتعددة ممكن يحتمي، تحس بحرارة السبطانة. طيب وش الميزة الثانية؟ كنا نقول دائما ان كثير من الناس يحاولون يخففون السلايدات علشان يخف الارتداد. قال يا حبيبي انا بسوي لك ثنتين في واحد، شو سوي؟ خلى السلايد ما يتحرك بشكل، شوف فوق ما تحرك، اللي يتحرك فقط هو الجزء اللي داخل المبطن داخل القطعه. شوف شلون؟ ها اشوفك انا، هذا ثابت وهذا ثابت، هذا اللي يتحرك. هذا وش يخليك تسوي؟ يخلي الارتداد اقل واقل واقل. طيب ارتداد مستقيم وارتداد قليل والعيار 9 ملي اللي مثل المسدسات كلها، فيعطيك تحكم عالي جدا 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 في المسدس. طيب وش غيره؟ طبعا هذه من الاتيكيت، شفت رجع على طول، مو عشان ما اعطيني اياه اروح ارجع بقوه. معليش سويتها. بس الارغونوميك وزاويه المسكه تعتبر متقنه بشكل جدا رائع، تمسك تطيح عينك على النياشين على طول. ايضا الموديلاريتي والتعديل عليه قابل للتعديل جدا، الجريبات تعدلها وامورك تمام، تكبر تصغر تنفخ ما جاز لك الشكل. السبطانه للدقه، سبطانه لاحظ سماكه السبطانه، بول بيرل سبطانه سميكه لتقليل الارتداد وتوزيع الحراري افضل. طيب
وش فيها زود؟ السبطانة فيكست وفري فلوتينج، فكأنك ترمي بقناصة فيكست ثابتة وفري فلوتد معومة. سبطانة لا مثيل لها من يعني إبداع. طيب وشلون هذا كله يعني ممكن تصميم عادي، وش زينوا شيء حاجة على براءة اختراع، وشلون نزلوا البور أكسس، وشلون خففوا الارتداد أكثر؟ خففوا الارتداد أكثر باستخدام تقنية الغاز ديليد بلو باك سيستم. وش تخربط أنت؟ غاز الانفجار، ديليد متأخر، بلو باك على وراء سيستم. فهو سيستم يأخذ الغاز، فيه منفذ الغاز بور يطلع أو بورت، يطلع الغاز في السلندر في النص، يبطئه ثم يبدأ يدف السلايد. طبعا أجزاء من الثانية نتكلم. طيب ليش أنت تبطئ الغاز ما يرجع رجع السلايد؟ سؤال وجيه وأنت كويس. أنا أبي السلايد ما يتحرك، هذا ما بيتحرك إلا لين تطلع الرصاصة. لو تحرك قبل ما تطلع الرصاصة فبيحرك المسدس فبيغير التوجيه معي، فهو ما تتحرك الأجزاء إلا بعد طلعت الرصاصة. وهذه تعتبر تقنية خرافية جدا 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 في عالم المسدسات. تأكد في شيء، هذا الشكل الكامل للقطعة. طيب وش زود من مميزات الحين يوم منك خليته ما يتحرك إلا هنا؟ هل هو بس فقط لتخفيف السلايد؟ لا يا حبيبي، أنا جالس. طيب أنا جالس الحين أرمي، رميت الأولى الثانية الثالثة، وأنا أرمي عادة يرتفع معي صح، ويتحرك حركة المسدس وحركة السلايد في حركتين، المسدس نفسه كله يتحرك والسلايد يتحرك. قالوا نبي نخليها لك حركة واحدة، وش سووا؟ يوم أنه تحرك هذا بس، شوف تحرك هذا بس، النياشين ثابتة، فعينك ما زالت على الهدف، عينك على الهدف والنياشين تتحرك وأمورك تمام. طيب وش غيره؟ طبعا موجودة الهامر والإبرة كلها فوق، مثبتة فوق. هذه المسطرة اللي فوق أنت بتغيرها الريدوت، شلون؟ ما تقدر تغير الردوت، ما فيها أماكن ولا فيها زر ولا شيء. هذه كامل المسطرة تنقشها بواحدة من الأدوات اللي موجودة معه وتركب مسطرة ثانية الردوت، عينك على الهدف، طق 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 طق، يتحرك فقط عين على الهدف ما يتحرك. ثبات في الـ في الـ في الـ ثبات في الرماية وارتداد قليل. المواد المستخدمة توب. ما ودي أطول المقطع مثل المقاطع السابقة، لازم لأن في رماية ذا المرة. الخشونة، الإرغونوميكس قلناها بشكل جاد، الأزرار من تقدر تحطها يمين ويسار، أزرار إخراج المسدس، الأمان اللي في التريجر. التريجر شيء عظيم. طبعا في أمان ما يرمي لو أنت حاط يدك على القطعة الذهبية الفضية هذه، لكن أعظم تريجر مسكتها. تريجر شيء جبار. نبي نروح نرمي الحين وبنشوف تجربة الرماية وبعطيك رأيي أثناء الرماية. قبل ما أبدأ رماية مع كبير المدربين، حوالي 20 سنة من الخبرات في مجال الرماية وشارك في العديد من البطولات، أبيه يقول لي رأيه في القطعة ثم أبترجمها لكم عاد وإن شاء الله. So as we said, what do you like and what do you don't like in Alien? I like the Alien because it's innovative in the gun industry today. It's the only semi-automatic that has the lowest bore axis to your hand. The trigger is the best out of the box I have ever felt. It's extremely accurate. It's got a fixed barrel. It's an absolute work of art. So do you think it's ready for competition? Absolutely ready for competition. I have heard stories of people say if you're using an Alien, you're cheating. The people that are using the Alien are smart. Adjust, let me put this one. Right. Good. The recoil impulse is like nothing I've ever felt before. The muzzle does not rise. I never lost the front sight. I saw it the whole time. Hits a little bit in the web of your hand, but it's absolutely a wonder to shoot. No. Like nothing I've ever shot before. Okay. Like nothing. Like nothing. Wow. No handgun that I have shot before feels like this. Okay. Thank you. Thank you so much, Jay. I'll try my shots. And now, let's see. You make me excited. I've never shot at it. You'll be excited. Thank you so much.
زيرو ريكويل، ارتداد صفر، اعجوبه، شيء خرافي. واو. واو. كل هالرميات في مكان واحد، ما تحرك، ما احس اني يعني رامي بمسدس، فعلا شيء غريب. ما كانت عندي نيه الصدق اشتري، قلت يمكن غالي يمكن مدري ايش. عقب اللي صار اليوم على طول بروح لهم بقول احجزوا لي واحد. فالخلاصه من المسدسات الخرافيه جدا، معك دراهم اشتري ولا تفكر، لا تفكر. اشوفكم على خير.